Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. This honor which happens once every 100 years. 21/5/2001 كان يوم عظيم في تاريخ النادي الأهلي، يوم حصول النادي الأهلي على لقب القرن الأفريقي. يومها قال كابتن صالح سليم رحمة الله عليه: كنا الأفضل في النادي الأهلي كان الأفضل في 100 سنة الماضية، وسنظل الأفضل في 100 سنة القادمة بأبنائه وجماهيره. هو ده الوعد اللي وعدهنا كابتن صالح سليم، وإن إحنا ماشيين على خطاه متصدرين التصنيف لحد دلوقتي نادي القرن الجديد. كلنا ثقة في النادي الأهلي وفي مجالس إدارته على مر العصور. هو ده النادي الأهلي، هيفضل طول عمره رقم واحد. لو حاولت تدور في أي مكان على جائزة نادي القرن الأفريقي، للأسف مش هتلاقيها في غير في مكان واحد بس، نادي الأهلي، نادي القرن الأفريقي. كل سنة إحنا طيبين.